مرحبا جميعا، اليوم رجعت لكم بفيديو. هذا الجزء الثاني من كيف ممكن نعمل حرب البيض. بذاك المقطع انا كان عندي خطأ عن الغلط، فلازم نكسر هول وهول. هون طلع عندي انا خطأ، لازم نكسر هاي اوكي بلشت تزبط، بس لازم نقرب المصانع، لازم نقرب لهون البلوك اللي قدام. اوكي بس المهم اني عرفت شو الخطأ اللي كنت عامله. هذا الكلام نقرب لهون، لازم هون وهون وبس. حاليا منطير اوكي صح؟ انا مش حاطه البيب، ممكن ناقصين، لازم برجي هون. انا كشفت 4 تاني. اوكي بعد بحث جدا طويل وصلنا لمرحلة انه لازم نكسر الشاستات ونكسر الهبرات، والهبرات لازم يكونوا قراب من بعض. بس عفوا اذا كنت يعني عم تسمعوا صريخ، سوري. كان فنحط ديسبنسر هون، نجيب ديسبنسر هون، نجيب ديسبنسر ها هو صح؟ نعم هو. اوكي فنبدله. انا ما بتحطه هون هدر، بتحطوا هون الشاس لما تحطوا، بتحطوا طبعا هون ديسبنسر موجودة تحت، بتحطوا دبل شاس هون، هون دبل شاس وهون. دبل شاس كمان يعني المفروض انه تصير تنزل، المفروض يعني بكل صراحة المفروض، مفترض انه تصير تنزل، بس لما عم تنزل I don't know. يعني هذا الأمر بالنسبة لنا صار شيء، بس راح يعني نحط ستاف مثلا. شكرا بنزل معي بس ما بعرف ليه وقفوا. رجع عيد الشغلة وبرجع برجع وبعد عناء طويل كثير استكشفنا انه فينا غلط واحد ولا خرب لنا كل شيء. اوكي انتوا شوي بعد شوي بس ارجع زبط، ما بعرف مش هاي وينك هيا يا ما رحت يا بس. اوكي حاليا ما شفت. اوكي حاليا بنجيب الهبر
حطانا شو لازم يكون لازم فيها بس مو أفلام عبير زيك خلاص هخلي حالي هناك ونطلع ونحط هنا ونكبس شافت نحط الشاستان نحط هنا هنا اوكي حاليا التفرج بتطلع شاي هي نقوم بعمل مشكلة يعني لازم نكسر لحد المصانع اوكي يعني لازم من هون حاليا نطلع على هولا ونجيب هاي يعني ها هو المفترض يمكن ها هو الشيء اللي يمكن انه يكون الشيء الصحيح يعني ممكن يكون كمان مش هتمشي ده ما عم الدور اوكي بلاش تمشي بس انا بس انا نقيم هاي من هون ونحط بدل بلوكت الجولد بلوكت ايرون اوكي بس يعني مش اوكي حلو اخيرا بعد عناء طويل جدا هلا بوريكم شو طلع معنا طبعا لازم نحطها هلا بوريكم اياها شوي بجيب بس بلوكت ال ايش اسمه ال اكبر المشكلة بس انا كنت نسي انه هولت لازم نحطهم هنا وبالمنطقة الثانية ما عليك انه هنا حاطين نفس الشيء بالمنطقة الثانية انه بعدين بزبطهم بس مهم انه بس خبرتكم كيف ممكن نعملها واللي حب انه يعملها وزبطت معه يكتب لي تحت بالكومنتات تم واذا عجبته حط اذا عجبتكم حطوا لنا لايك وبمنطقة اختي ما بيأثر يعني كيف ما حطينا لها اياها ما بيأثر بس انه راح زبط اكيد والاك حد ضل تبعت اختي سرق نفس ما هي انه تبعت اختي سرق ما بيأثر يعني تبعت اختي سرق يعني عادي بس رح ايه المصانع يعني اكيد وهي بس ترجع تعمل ماني كرافت لانه بالغلط مشيتها بس بالغلط راح ترجع تنزلها هي بس المشكلة ما عم تزبط معنا منيح ومش راح تنزلها بعد وقت شوي طويل يمكن وشوي يكون قصير ما بعرف بس المهم انه حتى تساعدني فيه وانا حاليا راح اعمل قدامكم كرمال شوي كنتش عارف كنت يمكن ما عرفت كيف تعملوها منيح فخلوني حاليا اساعدكم فيها مش ساعدكم فيها اقولكم كيف ممكن تعملوها اوكي هون بس يدموا علينا فيهم خلوني من هون كبون اوكي يعني حاليا بس انه هون كم شغل بس ريحة استعملهم اوكي يعني حاليا مثلا مش راح اطلع بتبعية اختصار مش زيادة فانا راح اعملهم يعني هون حتكون انا اتوقع اني حمله هون ايرون وهون ايمرال فخلونا نطلع نعملها اربع حبات هون هنا ونعملها هاك وهاك اوكي صح بنجيب هون لازم نكسرهم بدنا نجيب يا جماعة نجيب ديسبنسر نجيب ريدستون وبعد ريدستون لا جيب ريدستون تورتش يعني مش هاي ريدستون تورتش وبلوكر بعد شوية هلو خل جيبوها لفرد مرة جيب بلستون بلستون الا كي جيب نستون حلو نستون نعمل النهار بلكم 20 تايم داي set the time to 121,000 Weather clear. Changing to clear weather. Okay, now we're clear weather. حنا ما نجيبه ده نحط من هون نحط واحدة هون إلنا هون ايرون هون كمان رجع ايرون فهون نحط ايرون هلا بنجيب معه بعد شوي وهون نحط إمارات ومن
راح كملها بالستون، مش راح طولها كتير يعني اختصار. طبعا هنا احنا صرنا نلعب اوقات دو اوقات سكواد، ما بعرف شو سكواد، لا شو يعني اوقات دو اوقات رح نلعب سولو، اوقات ممكن مثلا نكون انا وحدا يعني مع بعض فبنلعب. اوكي يعني هيك بس عم بخبركم، وخلوني بس اني لازم هون بعد حاط الهوبر، هوبر من هنا منجيب هوبر، انه هوبر جبنا هوبر، بس محتاج كمان ايرون 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 ايرون، محتاجين ان شس ما عجيب يعني ما عجيب شست. نحط كيف كنا عاملين، نحنا حاطين واحد من فوق واحد حتى نحط يعني حطينه هون حطينه هون. اوكي اوكي فحاليا جهزنا بس الاشياء، بس حد النهار عم يركز النهار نحط هون نكمل هون من هون نقري، خلينا نجيب لنا حين لهاي دامج مش محتاجه. اوكي منجيب بعد بدنا كايت كايت هيدي تبعت رويس. اوكي وين 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 اوكي جيبه ونحط منه بالزوايا ونزيب التانية. الان ضيعت الاد لا ما دخلها هاي اوكي بنحط هون قد ما الي ايه نص ساعة يمكن هون يعني هيك شي فينا نقول. مرجعتني يجري يجري نملت مثل ما لقيت هيك شوي برجع بعيد برجع بعيد، لا مش دخل ايما برجع بعيد برجع بعيد زاد انو الي ساعة بعيد فكرنا هيك يعني. بس من المهم انو نحنا نبسط بالسيرفر وانتو تستفيدوا من اللعبة هاي اللي انا عم بعملها واللعبة الممتعة هاي. حطها هون كمان تكون شوي بالنص يعني على هيك طبعا مجرد تحطوها بالنص بس انه يعني يصير كوي طبعا هاي مجرد تحطوها لانه هيك وسطيتوها ما ضروري تحطوها هذا الشيء. حاليا بجيب بس ماين كارد اجري نملت هحط ثلاثة مثل الليلة او راح طلع اسرع اثنان لانه هاي زخرتها بس حاليا راح كنا اكيد المصانع واقفين بس كنا عم نتأكد اوكي تعال مانك بنك فحاليا تعال هون وايمون فيعني بس هو الشيء انت بس لازم تعملوه. بس خلينا نحط البلوك هاي هون بالضبط من كسر طبعا كده هاي دايكو كيف ممكن كنت تعملوها بتكسر كيف كنت تعملو هيك يعني ممكن كنت تعملوها هيك شي حلو تصير توقفوا هون وهون تبع الايرون يعني ما ضروري تعملو ممكن نجيبه طبعا ما بس نعملها لما اكون في مشكلة جبت كورت زي صح جيب هاي حطوني كنت بحني مش هنشغل المصانع انا عندي مش مشغلين وقفتون بس يعني هذا اكتر شيء يعني كنت كنت تعملوه من الاشياء السهلة والفيديو انا من قبل كنت عامل عنه فيديو فات من كورس ما كنا نهاية مقطع انا يبقى شوي صح عجبكم شي سكان عم فكر اني ضلني عليه انه كتير عجبني
هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية المحتوى، وكون خليني كبس هولي، يا انا بكبه بشكل بطيء، ما لها اول بابا، لا تكبش الايرون، انا مش عارف ارجع مع بعض، كمان ننهي الحلقة، دغري اطلع من اللعبة، تعبت، انا قاعد عم بعمل. نمشي هيك على صار كل شيء طبعا بالعكس برجع بقدم برجع بالزبائك انسى كيف هيك بنكون وصلنا معكم نهاية المطلع، يمكن فعلا بشكل تطور معي شير سبسكرايب، باي.